أنا سلم كلا مواليد 1951، مولود بشرق ريج المطبة، وأول ما وزعوا البيوت بالشامية الوالد أخذ بيت هناك وانتقلنا. كان عمري 5 سنين 6 سنين 7 سنين، وكانت الشامية توها يعني، وعند انتهاء الصيف طبعاً بدينا حياتنا الرياضية الأولى بالسباحة. بعدين انتقلنا، أنا تابع لأخوي جواد، ورحنا إلى نادي الكويت وانضمينا مع أشبال نادي الكويت. تقريباً همينا مع أشبال نادي الكويت سنة ونص سنتين. بعدين انتقلنا من الشامية إلى الفيح. بيوت الشامية كانت صغيرة، وزعوا بيوت 750، الوالد أخذ بالفيحة في بدايات الخمسينيات الستينيات بدايات الستينيات. فالتحقنا هناك في مركز شباب الفيحة والمدرسة المتوسطة بالفيحة، والفريج هم شكلنا اللاعبين بالفريج، وسلم كله وبدت هوايتنا اللي نحبها كرة القدم تنمو. فانضمينا للنادي العربي وأشبال النادي العربي، فريق الأشبال سنة 64 موجود، وأنا عمري تقريباً 12 سنة، وجواد أخوي عمره 14 سنة، وهالتشكيلة الموجودة ما شاء الله كانت ضم أهل الملة ولعب المنتخب ونادي العربي، جواد مقصيد، حسين مقصيد أخوه كذلك، وعبد الرضا رمضان، و هذه اللاعبين سلمك الله. مدربنا كان الأخ سالم مبارك. ارتقينا إلى الناشئين بعد الأشبال، وارتقينا إلى تحت 18 سنة وعشرين سنة، سنة 1968-1969 فاز النادي العربي على القادسية 3-1، وكان يمثل النادي العربي سمير محمد علي بالجول حراسة المرمى، ومرزوق سعيد والعسعوسي وصالح عبد الله وفؤاد عاشور بخط الظهر، وخط الوسط عبد الحميد ومحمد وجواد عاشور، وبالهجوم عيسى دشتي وشيخ نايف جابر الأحمد وعلي أرتي وجواد مقصيد، اللي فزنا فيها على كأس صاحب السمو أمير البلاد، و بالنتيجة 3-1 النادي العربي فاز ببطولة الدوري، فيحق له أن يشارك في البطولة الآسيوية للأندية الأبطال في تايلاند سنة 1971، وقد حقق النادي العربي نتائج مشرفة وسمعة طيبة في هذه البطولة، وقيمت في مارس 1971 في بانكوك، وحصل على النتائج التالية: فاز فريق النادي العربي على بطل الهند فريق البنجاب 8-0، وفاز فريق النادي العربي على ماليزيا 3-0، ثم التقينا مع كوريا الجنوبية وانهزمنا مع الأسف، وكانت مباراة رائعة. بطولة آسيا للشباب لكرة القدم في إبريل 1971، اشترك في البطولة 16 دولة، تم تقسيمهم على 4 مجاميع. الكويت فازت على تايلاند 1-0 وعلى أندونيسيا 1-0، وتأهلنا لدوري نهائي دوري الأربعة. مع الأسف الفريق الصهيوني، الكيان الصهيوني كان في مشارك في آنذاك
من ضمن الدول الآسيوية، فانسحبنا نصرة لفلسطين وموقف الكويت المشرف مع القضية الفلسطينية. وعلى أثر انسحابنا مقابل الكيان الصهيوني، الحقيقة نائب ورئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جاء متعني ليشكر الفريق على موقفه المشرف في هذا، وعطى مكافأة حقيقة للاعبين وهذا وشكرهم. كأس فلسطين للأمم في العراق في يناير 1972، شارك في بطولة فلسطين 9 دول، قسموهم على مجموعتين، المجموعة الأولى مصر والعراق والكويت وليبيا، المجموعة الثانية كانت سوريا، الجزائر، اليمن الجنوبي، وفلسطين وقطر. الكويت فازت على ليبيا وخسرت مع الأسف من مصر والعراق وحصلت على نقطتين. طبعا ملعب على ملعب الشعب العراقي الدولي كانت البطولة. مدربنا كان بروتشيش معروف، المساعد صالح زكريا، مدير الفريق عبد الوهاب البناي، المدرب أبو جورج المعروف، والفريق كان مكون من العصفور ومرزوق سعيد، صالح عبد الله، عبد الله السالم، العسعوسي، جواد عاشور، فاروق إبراهيم، جواد خلف، وحمد محمد، والصور البقية أنا وياهم طبعا، بس ما كنت أساسي. في سنة 1973 تصفيات كأس العالم كانت روحة وردة. روحة اللعبة الأولى كانت في استاد مهرباد في طهران، وفازوا علينا مع الأسف إيران، وكان المدرب روتشيش وحارس المرمى أحمد طرابلسي، وبالدفاع عبد الله السالم، وأنا هم كنت موجود، وجواد خلف، والخشرم إبراهيم خشرم كان من ضمن الفريق. فصارت الرحلة الثانية في اليونان، المباراة الثانية في اليونان، فمع الأسف هم انهزمنا وطلعنا من البطولة في نفس السنة تقريباً 73.